아이고. 바뀌었어? 나. 난 أولا. 봐봐. شو هاي شو هاي لحظة لحظة شو هاي غلطة الشاطر بال2009 غلطة الشاطر يا معلم بال2005 يا لا منا بال 2005 يا فتح لون لا منا بال 2005 بلا بال 2005 بال 2009 ها انا بس اكتب خمسه يعني خمسه هو تسعه تبعيتك ما بحطها افضل وانا بس اكتب تسعه يعني تسعه وهي 2000 زيحا بالله هاي خمسه بال 2005 شو بدك هلا؟ انت شو بدك انت شو بدك هلا؟ شو بدك؟ انا عم بكتب ليه انت عم تيجي تكتب فوق مني؟ انت عم تكتب اصلا؟ إيه؟ انا عم بكتب اصلا وانا اللي بلشت انت اللي بلشت انت بلشت عم تحطه ليه عم تستفزني بال 2009 ما عم بستفزك انا حطيت شعار انت بدك تحط شعار رح حطه غير هون ليه بدي احطه غير هون؟ انت ما حبيت تحط الا محل ما انا بدي احط الشعار اللي انا عم حطه هو الصح ليك هذا الشعار اول شيء هذا صوتك بتوطيه هذه ايدك اصبعك ما بتعلي بوجهي هذا هيك عم بقول لك صوتك بتوطيه احسن احلى ما اول من خيرك بفرك لك هون انت بفرك لي من خيرك روح يا عمي روح روح عم بطلك بروح بطلعك شباب شباب دانيال لحظه 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 لما عم بتعيط عيط دانيال خلي يجيب القطع كلها لا هي قطعه انت قطعتك وحده شباب لحظه شوي لحظه شوي شوف ليش عم تتخانقوا ما في لزوم تتخانقوا ليه عم تقبروا هو عم بكتب شعار لحظه كتبت انا شعار ايش كتب فوقه طيب عال وانت شو انا عم بكتب شعار ليش هو عم يكتب شعار بيستفز طيب بدي اقول لك شغله ما تخبطوا بعدكم يا عمي خليه يكتب شعار قد ما بدكم كسر له اياه اذا بعد بيكتب شيء اكتبوا شعارات قد ما بدكم لانه اذا كتبتوا شعارات ما فيها مشكله ابدا المهم ما تتخانقوا لانه حرب الشعارات افضل بكثير من حرب الشوارع روح يا عمي انت كمان ابو ملحي عمل لي اياها قصه هلا روح شو وين كنا انت؟ وين كنا بال 2000 لا لا كنا عم نخبي الطاقه دانيال اعطيني القطعه يا طب فري كل الشباب شعرات شعرات خليكم على الشعرات اعطيني القطعه